مجرد انها قررت انها تبقى ملط في فيديو كليب. طبعا حد فيكم فاكر كلمات الاغنية؟ لا. حد فيكم فاكر لحن الاغنية؟ لا. حد فيكم فاكر لحم سلمى؟ طبعا كل الناس فاكرة، لان هو ده الاهم وهو ده اللي طلعته. هي دي البضاعة اللي عند سلمى واللي عند غيرها، هي دي البضاعة اللي عندهم، بس ما عندهمش بضاعة تانية. مفيش فن، مفيش غنى، مفيش مزيكا، مفيش تمثيل. نركز كده، ده بورس يا فندم جوه، ده بورس مش عارف يتشاف ولا لا. اهو يا فندم، او تحت باين، ده بورس يا فندم، اهو باين، اهو باين قوي جوه الازازه بورس. انه اسد في مواجهه الاخوان، انا كنت الى جواره طيله سنه الاخوان، سنة السوداء التي حكم فيها الإخوان، وأعرف كيف كان الرجل يتخذ مواقفه بشجاعة وإباء، دفاعا عن القضاء المصري واستقلاله، ودفاعا عن قضاة مصر، وضد التآمر على الدولة المصرية وأخوانة القضاء. كان مفترضا أن يعزل 3500 قاضي، أحمد الزندي ونادي القضاء هم الذين وقفوا. تجرؤي على ذكر الحلقات اللي ندمتي على تقديمها؟ حلقه استضافه توفيق عكاشة. ليه؟ جابت لي مشاكل كتير قوي قوي، يعني كنت انا في غنى عنها. هل البيوت المرخص لها بذهاب الشباب مثل ما يحدث في بعض بلدان العالم؟ في المانيا المتحضرة طبعا، في السويد، في السويد، هل فرنسا، هل هذا يقلل من ضغط الغريزة إلى حد ما؟ طبعًا. إلى حد ما، إلى حد ما طبعا هيقلل. أفتكر كان في مصر فترة من الفترات كان في ما قبل البغاء. الثورة أيام الملك كان موجود البغاء، وكان موجود بيوت الحوض المرصود، والحوض المرصود طبعا كان موجود، أكيد كان موجود، وكانوا على فكرة الناس بتروح.